بضع تغريدات على موقع تويتر أطلقها متظاهرو بغداد طلبا للمساعدة الإغاثية كانت كفيلة بتلبية النداء، وما هي إلا سويعات قليلة حتى اندفع الخيرون من كل حدب وصوب لمساعدة إخوتهم المنتفضين ضد فساد النظام السياسي، لتتحول ساحة التحرير إلى مضافة لتقديم الطعام والشراب والإسعافات الأولية مجانا للمتظاهرين، في مشهد يعكس حضارية هذه التظاهرات ويثبت مرة أخرى أن العراقيين على اختلاف انتماءاتهم جسد واحد في السراء والضراء. يعني بالنسبة للناس ما شاء الله ما مقصرين، كل شيء وفروا من البارحة بالليل، الخيم، البطانيات جت، الأكل، الماي، الكوادر الطبية كلها موجودة، ما تعرف شلون نجازيهم ولا تعرف شو تقول لهم. وتأتي هذه المبادرة من العراقيين للمنتفضين في الشوارع والساحات العامة ردا على ما يكال ضد المتظاهرين من أنهم يتلقون الدعم الخارجي. هاي مبادرة فردية من جماعتنا، جاءنا نجيب غداء وريوق وعشاء للمتظاهرين، أحسن من هاي الحكومة الخايسة اللي قاعد تضرب علينا قنابل ومسيل للدموع وقاعد تضرب علينا صوتية وقاعد تضرب علينا شظي. هاي المبادرة شخصية وفردية وكلها مو بس أنا، كل العالم، كل من جبل خاص، وقلب الله على العالم قاعد اللي توصل يعني بأساليب يعني بسيطة كلش. يعني إمداد المتظاهرين بالطعام والدواء من قبل سكان بغداد هي رسالة واضحة إلى أحزاب السلطة، مفادها أن المنتفضين هم في أغلبهم من الشرائح الاجتماعية المسحوقة بفعل الفساد الحكومي، وأنهم عراقيون لا أجندة لهم إلا الأجندة الوطنية العراقية الخالصة.